تنطلق الأدوار النهائية ضمن منافسات بطولة كأس شهداء سوريا لكرة الطاولة في مدينة إدلب بمشاركة 60 لاعب ضمن أجواء تنافسية وحماسية لنيل هذه البطولة. تفاصيل أكثر رافقنا في هذا التغطية. كابتن عبد السلام سماق، عضو اتحاد كرة الطاولة. نحن اليوم في دور ال 16 لبطولة كأس الشهداء لفرد الرجال. تأهل معنا 16 لاعب، بده يتأهلوا لدور ال 8 فنص النهائي فالنهائي. الرياضة بشكل عام شيء جميل متنفس للجميع، لعبة كتير أنيقة، فهي ممزوجة بين القدم والسباحة، فالعقل بيشتغل، العيون بتشتغل بلعبة كرة الطاولة، فبالضرورة أنه كل إنسان يمارس لعبة كرة الطاولة. أنا اللاعب أسامة منصور، شاركت ببطولة كأس الشهداء على مستوى إدلب. الحمد لله رب العالمين قدم أداء كتير كويس، وبشكر مديرية الرياضة والشباب على إتاحتنا الفرصة أن نلعب كرة الطاولة. وكرة الطاولة هي رياضة إلى ناسها وإلى جمهورها مثل كرة القدم، ما بتختلف أي شيء، وأنا بحبها من وقت ما كنت صغير وبطمح أني أحقق أكثر مستويات. وكانت هاي البطولة أنه فيها مستويات عالية الحمد لله، يعني كان الناس على مستوى. هون بنكون وصلنا معكم لختام ونهاية بطولة كأس شهداء الثورة السورية لكرة الطاولة. مثل ما شفنا الأجواء التنافسية والحماسية للمشاركين ضمن البطولة. اليوم هاي البطولة عم تكون لها رمزية خاصة كونها بتحمل اسم شهداء الثورة السورية. هاي البطولة عم تتزامن مع تقدم كبير للرياضة السورية على مستوى المناطق المحررة. الأرضية ثورة شامل حمصي، مدينة إدلب.